وصار العلم بيدينا، سهرنا نطلب التوفيق عشان صدورنا متضي ونلنا اللي تمنينا. وصار العلم بيدينا، سهرنا نطلب التوفيق عشان صدورنا متضي ونلنا اللي تمنينا. الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، خطبة ظهر وحكى قهد ليني وما أنت إن شاء الله تعالى إن دول استاغينا نعموك الا سبحانه وتعالى وبحيه متكمله نعموك اتك قال الله اين الا سبحانه وتعالى ويدي سن ليسون دعيه ونعمه التوفيق الا سبحانه وتعالى وناقين كوافتشيو الا سبحانه وتعالى اود كوسيو او كرسيو وحونا سنين تسميسو الله سبحانه وتعالى أن يدى ذا وناغين وقليو وآتكو تلقى شوح وناكسن إنا تسميسو الله سبحانه وتعالى إنو كوافشيو ذنبقي آتكا شينا تكا توبتك أنتو وآذن كم مضى حضيين نعمك سؤال الله سبحانه وتعالى كوغ النعمي الله سبحانه وتعالى إنو كوافشيو إنا ذو غمه هدعليسو سوى الله سبحانه وتعالى كو زياديو مرك الله قهد لي التوفيق ده إلى هاي توفيق ده هاي نوافتشي اللي قد عيسان أيو توفيق ده محيطة هاي توفيق ده وحل قم معني وألا سبحانه وتعالى خير كينو كو فضو ده أيو ألا سبحانه وتعالى النفتة ده إنا نكو تلسارا ونفتة ده نفتة ده إنا اللي سكين دين وألا سبحانه وتعالى أكوهه خيرك قلبك أكو أبوره حبنها أتخسم إيسو ألا سبحانه وتعالى أدوغا مهد عليسو قبوت فلك أتخسم إيسين أدوغاته درينين أدو يالته إن أتكذبته وحيابها الصردن والتوفيق ألا سبحانه وتعالى أبحيوي نولشينا مركين وأغنو وذار كيسا ضدك قار وحال لو فدو ذي الشركة لو فدو ذي وحو سام الليل يا وسو تشيد يا وكالله يا وفكر يا وصفر يا سكو مشغولين يا مانك يا مسكح ذاك غشق يسين يا سيدو خلق قال الله سبحانه وتعالى وفس هذه لها سيدو خمر قوفا في الله سيدو قاتك ضد بدن وقارسين لها سيدو حمان تددك أبر لها ودد نوعا سددك قار الله فضو دين إياه ومرك دنبنا قارسين إيسا إلى جهنم وبئس المصير لنا عكلا دبا الله سبحانه وتعالى خيرك وفضو دين إياه ودد إذا اللو سهل إياه الله سبحانه وتعالى وافتشين إياه وحاصرنا الله سبحانه وتعالى إيسا غايا بحية نبي الله شعيب وكيلها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب توفيق ذا إله يبا كسوية عدة وحي وفتشنيس وحان ما قنه يخير كأن دون أيه عدة كلية وفتشنيس وألا سبحانه وتعالى وحول إله بان تلصارن أيه وحان دمع سنه إله بان أولنقن يا سبحانه وتعالى أيضا علماء وحي كقاتل توفيق ذا الله سبحانه وتعالى كليين وهيو حول أضلاله يمقع أضلاله يقوي في عنوات كدلتي أما قبيل ونكسن وات كدلتي أما قومية ذات كدلتي يوحي اللهم إذا الدنيا ذا الله يسوفانه وحيا بها النوع عاسي توفيق كيني مايا توفيق ذا نبتا الله سبحانه وتعالى يا بحية نبي الله وصاح شيء أي وحولي وما توفيقي إلا بالله توفيق ذي إلهي ينبان كسوية
alla kaliya ayaan wax weeye u iskanaya markaynu ka hadlayno tawfiiqda waxa la ino sheegay asbaab keenaysa waxa Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa inoogu tilmaamay fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra qofka wax la baxay wax sadaqadaysa allana subhanahu wa ta'ala kabaqa kaga baqa waajibaadka ilaahay uu ku waajibiyay inuu la yimaado wixii alla subhanahu wa ta'ala uu ka xaaraantinimeeyeyna ka fogaaday ee alla kaga baqay wuxuu samaynaya waxa uu ka tagayo wa sadaqa bilxusna rumeeyey kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah rumeeyey waxa ay keensanayso ilaahay waxa uhi waxaanu u fududaynaynaa tii fududayd camallada wanaagsan ee jannada gaadhsiinaya loo fududaynaya oo la waafajinaya waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana kuwa jidkayaga naftooda ula jihaaday ee kula jihaaday ee ku dirqiya wixii wanaagsana kala dagaalamay wixii xumaa lanahdiyannahum subulana allah waafajinaya allah hanuuninaya allah ku toosinaya waxa ka dhiman waxa Alla subxaanahu wa tacaala tilmaamay taa cagsigeeda wa ama man bakila wastagna wakadaba bilxusna fasanuyassiruhu lilcusra ka la bakiila wax bixinta ee kaaftooma ee ilaahay aan isu dullayn alla ka kaaftooma aan u cibaadaysan ee beeniye kelmaddii wanaagsanayd isagana waxaa loo fududaynayaa tii cuslay baa loo fududaynaya xulay nabigu calayhi salaatu wasalaam icmalu fa kullun muyassarun limaa khuliqa lah idinku shaqeeyo dadaala qof walba waxaa loo fududeeyay wuxuu ku dambayn doonaa alla u abuuray adiga kuma saarna alla subxaanahu watacaala gacantiisa waxa uu ku hayo laakiin adiga waxaa ku saaran camalka muuqanaya inaad wanaajiso intaad xumaanta walaaqato inuu qofku yidhaahdo ilaahay baa ii qadaray ilaahay baa igu keenay ta noocaasa waxba ku tari mayso laakiin aad camalka ku dadaasho aad wanaajiso ta wax ku anfacaysa waa ta noocaasa wey waxaad arkaysaa laba gabdhood ayaa baadiyaha ka imanaya waa tawfiiqda alla subxaanahu watacaala u bixiyo inani waxay u baraysaa xagga diinta inay barato way xijaabanaysaa nin sharaf loo magac leh oo qiimo laba soo doonaya diinteeda iyo aqoonteeda uu ku soo doonaya midina waxay u baraysaa xagga qaadkay u baraysaa kabar iyo maqaaxib ay ka bilaabaysaa dadka kuwii ugu liitaba isugu imanaya habeen walba jid nafteeda lagala gorgortamaya oo waxa weeye lagala baayactamaya waxa weeye waxay mucarad u tahay oo ay halis u tahay waxa weeye habeen walba ilaa fitneeyo waa laga yaabaa in badan oo ka midii duruufi inay ku kaliftay laakiin wadadaasay qaaday waa tawfiiq Alla subxaanahu wa tacaala mid baa waxa weeye xagga kheyrka u baydhaya xoolihiisa wuxuu ku bixinayaa wax wanaagsan masaajiduu ku dhisayaa awqaaf buu ku dhisayaa dad tabaalaysan buu wax ka tarayaa wax ajarkiisu markuu xitaa dhinta uu u soconayo ayuu alla subxaanahu wa tacaala xoolihiisa u gelinaya midina wuxuu ku bixinayaa wax ilaahay cadho gelinaya camal ka hadhaya hadday tahay heese la faafinayo musalsalaad aan wanaagsanay colaad la hurinayo iyo muraafaqad wax laga yaabo dhibaatadeeda iyo dembigeedu weligiiba inay la socoto raad ka hadhayo aan wanaagsanayn baa laga yaabaa xoolihiisa inuu ku bixiyo mid baa maankiisa iyo caqligiisa iyo garaadkiisa iyo aqoontiisa uu isticmaalaya dadka inuu ku lumiyo oo waxa weeye dadka ku baadiyeynaya midna wuxuu ku mashquulayaa dadka inuu hanuuniyo dantooda adduunya ta aakhiro inuu ka shaqeeyo ayuu waxa weeye u taagan yahay mid kale alla subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajinayaa inuu xooggiisa iyo waqtigiisa dadka ku taakuleeyo oo uu noqdo kuwii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam axabu lkhalqi ila allaahi anfacuhum liciyaalihi
إلهي خلقه سوحة وقوش عليا كدتك سوق واحترك بضن توفيق دمرك إنو كه الله إنو نولش إن هدينو بارنا قيبه إذا كان دوان وحد هلي سادد له وافتشي يدد له هوشي بعد هلي سا لكن صدح تصالة كوب كوبا وعصر يبان دين سوق قاضنية تدك سلف كهاي وناك سنة أنبياء يا صالحين تيا شهداء تكتك أهل مينو حل جانا إنو تشوغنو دد الله سبحانه وتعالى توفيق ده وافتشي أي إنه سكوا من تلما ما يشهد وسوق هذا نحن شيخ الألباني لا يراه ده وعلم هذا حديث ككم ده وحكته جاي ووح علم هذا أي أمر خات النقين عالم كردن الله سبحانه وتعالى حديث كالنبي أيوبه لي وح علم هذا سويدين يساء الألباني محوك يري حديث كاس ميو صحيح يا مسوا ضعيفي الباني محو كتل ما من مسوغن ياهي مسا مسوغنا تنو عاسي محي كتمي نولشي سمركو بلابي يدلن يرد الله وحو كبلابي ساعة دولو كبلابي مركو صبحي صو شقتغو ايو صو شقتغو مهردي ساسو ساعة دهو سمييو ساعة دي الله بس ساعة دودها دي الله كينا وهاقاتيو أو يصير هذا مصاريف تواكوه فلان تاي تكان كالباب بدو حري مكتب الدو هذا تضبات سنة وحكة بضم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كوها ولنا أو كم مشغول سنة الدنيا دي بكشيس برجع دمبا جائزون كالدنيا دو يسقطني أو مال والبن ملايين لا غي باه دلك هو حوي يود دلالي لكن حلا أنا وحبه وباهني الصقاش كي هو عق عبيني لكن وحاو كتب علم جيسي إلى قيام الساعة إلا إسكد أحليه أو أمدو أيكو انتفاع عيسو ولمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام نولشيس وحو أسخرا ود اللي إنو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقرقارو ضدكنا كفافيو كبانتا يكرنتنا وكلا صعا سيدا سام مشروع عيسى نولشو أيهاي قصة الله بعد وأنك لو يقان عبد الرحمن السميت أو كويتيانا وحوي نختار نمو صوبرتي عراق يا إنجليز كي الدولة ده بضم باللودري وحكو تخصص حانو نضع على الشمال هر سران وكجاري وحكو تلاجري وحوها يا كويت بوشوي نختار عالمي نواها مشهارة يا نرشا وفي عم بوكو نورا انتو كدح بحيب وكدورت افريكا ملاوي يا موزمبيق مالاها وقدم بيا داتك وليبنا الدنير تاينو كدح نولادو تين دوين بو سيحان يكان عدوى يكون عنيس داتك عالم كوغو فقر يا بضم بو كدح نولا نولشي سهل كاسو كوقات فرحدنا واكود انتاي كون يدور بقول عيل بو قولي كون يدور بقول مسجد بو ديساي انتا سو مليان يا انتا سو قبيل يا قوم يدود بو سو اسلامي دور كن او داعي او خير كفافنا يا او سو ساري ايو حوي مشهر كودا بحني تضوكنا مسيدات كن او اقوام بو كفالقات او بلوال بنولشو دا او كفالقات معلمين بضان او كمانان بو سو ساري وحكتك خير ان دمان بوكتك وتصالح وقف إن لمدة وحكتنا وحل سكوب يما وتوفيق الله سبحانه وتعالى وبحيه تصالح وضم بيا سليمان الراجحي مكلاها الله يا عبد الرحمن السمي وتنهدت المامي قفك خير كمركو بلا أبو الله سبحانه وتعالى وافتشيا مكن رشي سدب له الراعي وحلو أغادي مركو الدكسي كدغاني يسكول كدغاني نصو ساعاها والد كسيا أصحابتي سينتو شيري انتي أيسل شاقين أيه إلا يكوه الشيئا نصو ساعاها وذا إلا مالكو كيديا مركي لعاد قاردي قاري قويسة أيا قاري عاصي وبصل لغوي بي لوغو تلقى لإنددك بنا ندى تاغن ضيعان ضيار تاء إن ميلهي الدونيا لغو قارسيو سوى عيال اسكول ابو هلكا كبلاب تدكون خير كيرايستان ما
qisada noocaas markaan sheegayo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan daanagu halkaa maanaan gaadhin laakiin nusu saacihii iskuulka laga bilaabo waxayna ku dhammaatay halkaasay ku dhammaatay qisada ugu dambaysa waa Sulaymaan ibn Cabdilcaziiz Alraajixi waa tujaarta sacuudiga ugu waaweyn bangiga shaqaalaha dowladdu iyo bulshada badankeedu lacagta ay dhigtaan masrif Alraajixi ee xitaa markaanu jaamacadda dhiganaynana lagu khasbay kaadhkooda inaanu samaysanno waa ninka waxa weeye iskala weeye ninka noocaasa khayrka iyo waxbixintiis wuxuu ka qabtay wax laga sheekaynaya maaha wuxuu sameeyey dadka danyarta ah ayuu ka faala qaatay dugsi hoose kuuga bilaabay ee heer jaamacadeed PhD walibana jaamacadaha caalamka uu diray ayaa intay soo noqdeen bay dowladda wasiirra ka noqdeen aqoontii uu ka faala qaatay kutubta uu daabacay misaajidada uu dhisay awqaafta dabaqyada ah ee maka iyo madiina ka dhisan iyo qasiim iyo riyaad ee lacagta malaayiinta ay ka soo baxaysa waqafka ah khayr badan buu qabtay laakiin wuxuu ku soo gabagabeeyey markuu 80-kii dhaafay ayaa xoolihiisa la xisaabiyey waxay noqotay 7.7 milyan ayay noqotay 7,000 oo milyan oo dollar wax 80 milyan oo dollar ku dhowdhow 80,000 oo milyan 8 milyar ama 80,000 oo milyan oo dollar ayaa hantidiisu noqotay wuxuu hantidayda saddexa loo qaybiyey labana waa waqaf oo waxaan u waqfay khayrkan u waqf shirkadihii oo sideediyaba la waqfay saddex daloolka soo haray waxa weeye daloolka soo harayna ubadkayga ha loo qaybiyo innamadana laba hal la siiyo sidii dhaxalka hablahana hal hal la siiyo sida Alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ugu qaybiyey lidhakari mithlu xadi lunthayayn hantidiisii waa ka dhex baxay waxaad arkaysaa youtubeka haddaad ka baadho isagoo dadka u muxaadaraynaya oo waaninaya oo leh hantida adigu ogeydeen halkaasaan ka joogaa intaasaan ka xidhanahay guriga uu degan yahay inantiisa ama inankiisa iska leh hanti kale iska dhaaf adduunye intaasaan ka sitaawi waa tawfiiq alle subxaanahu wa tacaala u waafajiyey culimuu soo saaray aqoonyahan buu soo saaray ganacsatuu soo saaray masaajido badan buu dhisay mashaariic badan buu qabtay khayr badan buu waafajiyey alle subxaanahu wa tacaala u waafajiyey waxaad ogsoonaanaysaa tawfiiqda alle subxaanahu wa tacaala u bixiya inaanay xad lahayn tawfiiqduna kuma koobna hanti kuma koobna cilmi kuma koobna inta aad hayso xoogaaga iyo waqtigaaga inaad ummadda wax ka siiso oo aad khayrka ka shaqayso waa tawfiiq weyn walaalayaal waxaynu u baahannahay si alle subxaanahu wa tacaala adduunya aakhiraba uu inoo waafajiyo khayrka inoo waafajiyo alle subxaanahu wa tacaala inoo karsiiyo waxaa loo baahan yahay horta alle subxaanahu wa tacaala in la weydiisto inuu alle subxaanahu wa tacaala tawfiiq uu ku siiyo adduunya aakhiraba talabaad ducada jawaabteeda inaadan sugina ficil lagu daro oo niyadda wax wanaagsan la geliyo camalna lagu daro alle subxaanahu wa tacaala inta dambe isagaad u tala saaranaysaa allahuma wafiqna lima tuxibu wa tarda wakhud binawaasina lilbiri waltaqwa اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم وفقنا للعمل الصالح ولما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التوفيق في الدارين اللهم إنا نسألك التوفيق في الدنيا والآخرة اللهم وفقنا وسددنا وألهمنا للخير وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار